على محمد. يلا ابو صالح. ابو صالح تفضل. تبين بس بعد حوارات مستمرة بين ممثلي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون على أساس المنطلقات الوطنية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة لشعبنا العراقي رغم المخاطر والتحديات، فقد اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما. أن الشعب العراقي لم يكن يأمل أن يسمع بائتلاف بين جهتين تمثل الطائفية بعينها، كان يأمل أن تتحد إحدى تلك الجهتين مع جهة أخرى تمثل الشارع الوطني العراقي، هذا ما كان يترجاه. فنأمل ونتمنى أن لا تكون هذه أن لا يكون هذا الائتلاف بين دولة القانون والائتلاف الوطني يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، نتمنى أن يذهب إلى إعطاء الاستحقاق الانتخابي لمن يستحقه. التحالف اللي صار يوم أمس مساء بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، يعني احنا نتمنى ان تكون جميع هذه التحالفات تصب في خدمة الشعب العراقي بشكل عام وبعيدا عن اي ميول لهذه الفئة او لتلك الفئة. يعني نبارك اي ائتلاف كان، اذا كان ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني او دولة القانون مع العراقية واي ائتلاف كان، بس المهم يعني يشكلون فد برلمان متحد للمرحلة المقبلة يخلص العراق من أي حساسيات وأي احتمالات يعني لحدوث مشاكل مستقبلية.